مجموعة عمران، خدمتكم أولويتنا. السادة والسادات المسؤولين والمتقدمين من مجموعة العمران، السيدات والسادة الممثلين وسائل الإعلام الوطنية، أيها الحضور الكريم، بغيت في البداية أنني نشكر جميع الحضور وبشكل يعني أخص وسائل الإعلام الوطنية اللي استجبت لهذه الدعوة مجموعة العمران باش نحضر يعني هذا الحفل ديال الانطلاق الرسمي للمنصة الرقمية لمؤسسة العمران. الصراحة الحضور ديالكم اليوم الحمد لله اللي هو يعني جد مهم، وهو حنا تنعتبروه دعم لمجموعة العمران يعني في هذه المسيرة الجديدة ديالها، أنها إن شاء الله الرحمن الرحيم تحسن من المردودية ديالها وتحسن من العلاقة ديالها سواء مع المواطنين مباشرة أو حتى مع وسائل الإعلام ومع الشركاء المؤسساتيين كذلك. هذه المناسبة يعني تنعتبر أنها ثم تتعرفوا أن مجموعة العمران هي واحدة الآلية أساسية لتنفيذ سياسة الدولة في مجال الإسكان وفي التنمية المجالية وترسيخ التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ذلك بإنجاز مشاريع سكنية مندمجة من أجل تلبية الحاجيات المتزايدة من السكن واحتواء العجز المتراكم وإنجاز مشاريع سكنية جديدة حتى يتبوأ قطاع الإسكان المكان التي يريدها له صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره وسطرها له برنامج وزارة إعادة التراث الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ونص عليها كذلك النموذج الوطني التنموي الجديد الذي وضع المواطن في صلب جميع السياسات العمومية. من هذا المنطلق مجموعة العمران تعمل على تحديد رؤية واستراتيجية جديدة موجهة بالأساس لخدمة المواطن وتجويد الخدمة العمومية بشكل عام. هذه الاستراتيجية الجديدة مجموعة العمران الحمد لله تضع المواطن المغربي في صلب جميع الاهتمامات لمجموعة العمران وفي قلب جميع القرارات التي تتخذها مجموعة العمران بشكل خاص. في هذا الصدد تمشيا مع متطلبات المواطنين سواء منهم المقيمين داخل الوطن أو في مغاربة العالم، عملت المجموعة على إطلاق مجموعة من المشاريع الهيكلية في مجال السلم التركيب العام للوزارة، والتي إن شاء الله الرحمن الرحيم ستساهم في ترسيخ مبدأ الشفافية إزاء المواطنين وإزاء الشركاء المؤسساتيين، وستجسد إن شاء الله فعليا سياسة القرب مع المواطن المغاربة اللي إن شاء الله غير باش تكون هي يعني هذاك البورت ما شاء الله مراحل ديال مجموعة العمران. بين هذه المشاريع تكلم السيد الكاتب الآن على هذه المنصة الرقمية اللي تنعني له إن شاء الله الرحمن الرحيم اليوم الانطلاق بالعمل بها بطريقة رسمية. هذه المنصة الرقمية المبتكرة والتفاعلية تتقدم من خلالها مجموعة العمران مجموعة الخدمات الجديدة التي تستجيب لمتطلبات المواطن من خلال وضع منصة دعم عملية الشراء مساعدة على عملية التفويت أو الاقتناء، والتي تهدف إلى التعبير بشكل ملموس عن الالتزامات الجديدة للمجموعة من حيث كما قلنا حيث الشفافية والقرب من المواطنين والاستماع والابتكار وتحسين جودة العلاقات مع المواطنين. فهذه الخدمات باختصار مبنى قبيلة هذه المنصة الرقمية غادي تمكن المواطنين ان شاء الله الرحمن الرحيم مجموعه الخدمات. اول هذه الخدمات هي الولوج الى جميع المنتوجات عمران المعروضه للبيع بالشباك المفتوح. جميع المنتوجات اليوم اللي معروضه للبيع بالشباك المفتوح هي متواجده في المنصه الرقميه بطريقه شفافه جدا، وكما تنتكلموا على الاف المنتجات سواء المساكن او وحدات تجاريه أو بقع أرضية. المواطن مجرد ولوج يعني مباشر من المنصة الرقمية غادي يمكن له أنه يطلع على جميع كما قلنا جميع المنتجات وكذلك على جميع
المعلومات المتعلقة بهذه المنتوجات، سواء تعلق الأمر بالموقع أو المساحة أو التموقع، لأن غادي يكون واحد حنا غادي ندير واحد ديمونستراسيون وغادي تشوفوا بأن المنتوجات معروضة بطريقة جيولوكاليزي يعني ولا يعني للاطلاع على المعلومات غيكون بواحد الطريقة سهلة جدا وممتعة، فبالتالي غادي أي مواطن ممكن أنه يوجد جميع المعلومات كما قلنا المساحة الموقع النوعية وكذلك والأهم من ذلك الثمن. فمجرد ما المواطن غادي يوقع الاختيار ديال واحد المنتوج تختار ذاك المنتوج وتطلب إما أن ياخذ موعد أو أن المسؤولين ديال العمران يتصلوا به وبهذه الطريقة يعني تي امبريمي أو تي تيليشارجي واحد الفيش اللي فيها جميع المعلومات على ذاك المنتوج اللي وقع الاختيار ديالو وتيمكن له يمشي للوكالة ديال العمران. ما بقاش المواطن غادي يمشي للوكالة باش يطلب شنو هما المنتوجات اللي عندهم الله يخليكم راه يتقلب على واحد البقعة أرضية أو كذا ولا هو تيقلب في الدار ديالو في المنزل ديالو يعني في الحاسوب ديالو ولا في الهاتف الذكي ديالو هو تيقلب على هذاك المنتوج وتيمشي بواحد الافيش للوكالة وتيقول لهم السلام عليكم الله يخليكم جيت باش ناخذ هذا المنتوج. ما بقيناش في ذاك الاتجاه ديال واش عندكم شي حاجة واش عندكم إلى آخره وهو اللي تيقول لهم هذا المنتوج علاش جيت عندكم باش ناخذو تيكون واحد موعد من أجل ذلك. فهذه الخدمة الأولى. الخدمة الثانية هي تتعلق بتدبير الشكايات. أي مواطن عنده رغبة أنه يوضع شكاية اليوم هذه المسألة هذه متاحة عبر المنصة الفنية والمواطن ممكن أنه يدخل هذه المنصة ويوضع الشكاية دياله مباشرة توصل بواحد الاس ام اس بواحد الرقم ديال الشكاية التي يمكن له أنه يتبع جميع المراحل ديال تدبير ديال الشكاية من الأول حتى الأخير بواحد الطريقة شفافة كذلك. الخدمة الثالثة اللي هي خدمة لا تقل أهمية عن الخدمة الأولى واللي تتعلق بكل ما هو تقييم ديال تجربة المواطنين في التعامل ديال مجموعة العمران مع أي مواطن مشى لواحد الوكالة التجارية ديال مجموعة العمران مباشرة الاتصالي ممكن انه يسكاني واحد لكم غادي ندير لكم واحد ديمونستراسيون شي شويه ولكن الاساس هو انه تيدخل المنطقه المنصه الرقميه و يمكن له انه يجاوب على مجموعه من الاسئله العشرات ديال الاسئله تتعلق بحسن الاستقبال تتعلق بجوده المعلومات وجوده الخدمات او نظافه المكان يعني مجموعه ديال العشرات ديال الاسئله الجواب على والاجابه تتكون ممكن انها تكون بطريقه سريه باش المواطن يعني تلقى هذاك اللهم الا هو اختار انه يجاوب على بطريقه مشوفه والاستغلال ديال هذه المعلومات هذه هما اللي تتمكن ان شاء الله الرحمن الرحيم مجموعه العمراء انها تحسن الخدمات ديالها المقدمه للمواطنين. هنا بغيت نشكر فريق العمل اللي اشتغل على هذه المنصة الرقمية مهندسين معلوماتيين ومسؤولين تقنيين ومسؤولين تجاريين ديال مجموعة العمران اللي الحمد لله بحال الرحيم وبينوا على واحد يعني واحد الالتزام وان انغاجمون تخي تخي فوا باش هذا المنتوج ان شاء الله ينجح دونك ما بغيتش نفوت هذه الفرصة نشكرهم جزيل الشكر نشكر كذلك هذوك التجاريين ديال المجموعه اللي الحمد لله بينوا على واحد اكسبتاسيون واحد التعبئه والتقبل كبير لهذا المنتوج لانه ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي يحسن من الشفافيه ديال يعني في التعامل ما بين مجموعه العمران وما بين المواطنين وان شاء الله الرحمن الرحيم غادي يحسن الصوره تتمناو انه يحسن من الصوره ديال ام السمعه كذلك ديال مجموعه العمران. فاش كانوا الاخوان تيشتغلوا على هذه المنظومه هذه اكتشفنا اننا ممكن اننا نخرجوا واحد الخدمه جديده رابعه جديده للمواطنين اللي غادي تمكن المواطنين انهم يقتنيوا اي منتوج عبر التراب الوطني من الوكاله باختيارهم يعني ان المواطن ما بقاش محتاج انه مثلا ناخذ مثلا واحد المواطن اللي كاين في الناظور محتاج واحد المنتوج في طنطان
فان شاء الله الرحمن الرحيم في القريب العاجل ما يحتاج انا ندير بلاصه حتى لطنطا من الاخوان ديال العمران في الناظور غادي يتكلفوا بجميع الاجراءات بان باش نوفروا عليه عناء حتى نقول باش يمشي يشوف المنتوج. مازال غادي يشوفوا هذا بطريقه قانونيه ولكن باش انه يكمل اجراءات الاقتناء. يعني دابا المنصه تتخول هذه الخدمه باقي واحد شويه ديال الاشتغال مع الاخوان الموثقين باش نحلوا واحد المساله ديال التوقيع بحضور الموثق وغادي نضغط ان شاء الله حتى هذه الخدمه هذه حتى نعتبروها خدمه مهمه باش يعني تنحسن من القرب من المواطنين. دونك هذا هو التقديم اللي نقول لكم. كما قلنا هذا جزء هذا المنصه هو جزء من واحد المنظومه معلوماتيه اكثر شموليه واكثر تكامل واللي ان شاء الله غادي تشمل جميع الانشطه ديال مجموعه العمران. الاخوه راه تيشتغلوا على هذه المنظومه المتكامله غادي تخرج ان شاء الله في القريب العاجل وشكرا. وراه كاينه ربما واحد ديمونستراسيون ديال هذا، نخليكم على ديمونستراسيون. شكرا.